المسلمين إلى سدة الحكم. نعم. يعني قبل لفترة طويلة فعلا. سؤال لحضرتك، كيف استطعت أن تخرج؟ يعني كيف استطعت أن تفكر؟ ما هي دي برضو لها برضو يعني تختلف من شخص لآخر. أولا فضل عز وجل، هي يمكن ربنا نور بصيرتي، دي حاجة بتاعت ربنا يعني مش بإيدي يعني. الأمر الثاني إن برضو فكرة طبيعة الشخصية، أنا يعني طبيعتي إن أنا أحب الخيال والإبداع، ويمكن تخصصي في النقد والأدب، فبحب الخيال وأحب أحلق في فالطبيعة دي تختلف مع طبيعة التنظيمية اللي عاوزة التكتيفة، مش مسموح لي. أنا ما أحبش التكتيفة، فدي كان من ضمن الأسباب الرئيسية اللي خلتني إيه آخد يعني الأول أخدت قرار مع نفسي كده يعني إيه؟ خلفت قاعدة كده لما عملت ده، خلفت قاعدة السمع والطاعة، ليس فقط السمع والطاعة، أكثر من هذا بل فكر كل كن بين يدي أخي كالميت بين يدي المغسل. صحيح. أنت لم تفعل هذا. نعم. كيف استطعت؟ أنا خالف هذه القلت الحقيقة، كان أخذت القرار كده مع نفسي وانزويت يعني بعيدا عن التنظيم، وبعدين دخلت في صراعات كده أمنية وما إلى ذلك، فإيه وبعد كده لما شفت القيادات بتتصارع في داخل مكتب الإرشاد سنة 2009، فديتني صورة الله هذه القيادات، لأن صورة القيادات صورة ملائكية بتترسم لك يعني، فأنت بيبقى عندك صورة مثالية، فلما تلاقي الصورة المثالية فجأة كده يمكن مش عايز أجيب حق يعني أشبه بنفسي يعني زملائي في التنظيم اللي احنا نعتبر أقل الدرجات التنظيمية، حتى وإن كنا أخ عامل يعني بنكون في غاية الانضباط، فإذا كان القيادات اللي في مكتب الإرشاد بالشكل ده، الله طب يعني إيه الفرق بيننا وبينكم؟ ده احنا منضبطين جدا وبنحاول نكون ملتزمين بهذه الدعوة، فإزاي أنتوا تتصارعوا على كراسي داخل مكتب الإرشاد؟ فدي كانت برضه عملت لي هزه شديده. هل اللي بيجمع بين حضرتك وبين اخرين ممن انشقوا نعم. عن الجماعه هي فكره اللي ممكن نسميه انكشاف الاقنعه حتى ان كانت الحوادث مختلفه؟ نعم يعني وفي البعض عمل مراجعات يعني هي تختلف من شخص لاخر. المراجعات بتختلف يعني البعض كان بينشق لانه شاف ان ما يروجون له ان هم مش عايزين يدخلوا الممارسه السياسيه، وبعد كده دخلوا معترك الحياه السياسيه، كان شكل من الخداع على الوفاء بالالتزام. جزء كبير من الموضوع ان احنا لقينا المساري الدعوي ماشي في وادي والمسار السياسي في وادي خالص مختلف تماما. المفترض انك انت رجل دعوه، ورجل الدعوه حينما يمارس السياسه كان من المفترض انك تقدم لي النموذج الذي يتسق مع مواصفات رجل الدعوه. صادق في الدعوه يبقى صادق في السياسه. ست اللواء حالا هنكون مع حضرتك، لكن الحوار مسترسل الحقيقه مع دكتور اسلام، مساله جدا 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 بالكلام اللي بسمعه ده، اول مره يسمعه من حد من جدا جدا ازاي قدرت تفسره بفكرك كده؟ ازاي قدرت تفكر؟ خليني اسال حضرتك سؤال بشكل واضح وعشان يبقى واضح لينا وللساده المشاهدين والاجابه تكون اوضح. هسال حضرتك على بعض الممارسات اللي كانت على منصة رابعة، وكان في آلاف البشر الحقيقة اللي موجودين في ميدان رابعة العدوي. لما خرج أحد الأشخاص بيحكي أنه شاهد رؤيا وأن وجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو يطلب من الرئيس المعزول محمد مرسي ما دام موجودا، فقال له اتفضل يا دكتور اتفضل حضرتك تقوم الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت الإمام يعني على السلام يعني ايش. فردة فعل المتواجدين الله أمام المنصة الألاف ورأيناهم على شاشات التلفزيون وأنا رأيتهم وأعتقد كثير من شاشات التلفزيون، فخرج تكبير الله أكبر. يا أخي من قال هذه الرواية قد أساء إلى الرسول الكريم الذي لم يؤمن في حياته ولا مرة واحدة، وفي رحلة الإسراء والمعراج أم الأنبياء والرسل بما فيهم أبو الأنبياء. والحادثة الوحيدة لما في مرضه لما حاول يقدم سيدنا ومن أبو بكر يعني لو وزن إيمان الأمة ده كان في الروضة هنا مش بيصلي. وهنا السؤال أنا آسف طولت لكن عشان يبقى نموذج تطبيقي. الآلاف اللي هم كانوا بيقولوا 4 مليون أيا كان، ده 4 مليون تبقى مصيبة أكبر حقيقة. اللي اندفعوا في الهتاف الله أكبر وقبلوا بالإساءة إلى النبي الكريم بهذه الرواية، ألم يعملوا العقل الذي دعانا الله سبحانه وتعالى إلى إعماله ألا أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون؟ فهمني دي أرجوك. أنا هقول بس طرف المشاهدين ردا على الرواية برواية. طبعا موضوع الرواية ده كثير في الجماعة ده علشان يثبتك كثير كثير ما تحكى قصص وفيها الرسول عليه السلام وحاجات زي كده، هرد عليهم برواية.
اللي بينكره في 6 اكتوبر ويقدم اثباتها. يعني حدثت مع الامام الاكبر عليه رحمه الله دكتور عبد الحليم محمود في حرب 73. انا قراتها كثيرا هذه الروايه، وهذا الرجل مشهود له بالايمان الروحي. ف راى في المنام ان الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا جواده وخلفه الجنود المصريين ويعبر القناه. قص الروايه على الرئيس السادات عليه رحمه الله، فتشجع رئيس السادات واخذ القرار بايه. فاذا كنا احنا هنرد بقى بالروايات، اهي روايه ومثبته مع الامام الاكبر الدكتور. فلكن انك انت تيجي وتقول الله ان الرسول عليه السلام ان محمد مرسي هذا البشر ام الرسول عليه السلام، مش ممكن حاجه. هنا السؤال حضرتك مش في الروايه. نعم. لو انا اخذت كلام الاخوان تصديق ان اللي في ربعه ملايين، والملايين دول بيهتفوا في وقت واحد الله اكبر بناء على تجميل سبعين هذا الرؤى. اذا العقل قد مات. هو ده سؤال حضرتك، عشان كده من بعدي عاوز اعرف انت ازاي عرفت تفكر اصلا عشان تخرج. ما هو الفكره الـ انت الموضوع ده يمكن حتى في المبادره اللي انا طرحتها انا رصدت مجموعه كبيره من الاخطاء والسلبيات اللي داخل جماعه رؤيه نقديه شامله. يعني ليه الناس ليه ما فيش تفكير؟ لان هو بياخدك من انت صغير فبيشكلك وانت في اعدادي ثانوي سن التشكيل، وبيربيك على ايديه تمام، وبيعمل لك عمليه تحصين في الاول من كل التيارات الموجوده في المجتمع. مجرد ما انت بتسمع مثلا اسم فلان يقول لك فلان ده علماني، خلاص مجرد ما تفكر ده علماني انتهى الموضوع. هو الخفيف كده كمان هو بيدمر مصداقيتهم وما يروجون له، لانه بيضرب في مقتل اي كلام عن مرجعيه دينيه للجماعه. نعم. لذلك حتى الدعويه حتى يعني نقطه قريبه من ده، انا احتكيت بممن يوصفون بالعلمانيين عن قرب بدون الرجوع لايه السماع فقط. لقيت والله اناس ايمانهم اكثر ايمانا يمكن من ايمان الاخوان انفسهم. يعني هحكي موقف طريف مره كنت معاه. اسمح لي ناجل الموقف لحد ما نسمعه لازم. يعني البعد الامني بيلقي بظلام دايما. معانا عبر الهاتف اللواء سيد جاد الحق مدير امن بورسعيد. مساء الخير سياده اللواء. العنصر الامني مهم جدا، خاصه لما بنشوف عمليات ارهابيه بتتكثف وبتزداد حده وخطوره في الفتره الاخيره، ما بقتش حتى مقصوره على سيناء، شفنا اعمال ارهابيه في الاسماعيليه وفي محيطها وغيرها. حديثا عن بورسعيد، يعني كيف تقرا الاجواء الامنيه وهل لمستم اي قصور امني؟ هل عنصر المفاجاه وارد لدى القوات الامنيه في هذه المرحله؟ لا، هو الناحيه الامنيه في بورسعيد بصوره طبيعيه، خدماتنا موجوده في الشارع. في حملات مستمره لاستهداف العناصر الاجراميه. لكن بورسعيد طالما فيها شرطه وفيها قوات مسلحه، فالجو العام على مستوى الدوله في استهداف من الناس اللي تريد احداث بلبله في الناحيه الامنيه، احداث اضطراب، ترويع الامنين، ناس ما فيش اي انتماء ولا وفاء ولا ولاء للوطن. وحاسه ان القوات المسلحه والشرطه بتقوم بدورها حاليا الوطني اللي بلدنا عايزاه. واضح سيادة اللواء ان بورسعيد مش بمنأى عن العمليات الارهابيه، يعني كان في هجوم النهارده على منفذ جمركي، وافتكر ان كان في ضحايا او كان في شهداء من جانب قوات الامن. يعني متابعه حضرتك ايه يا فندم؟ ما انا عشان كده بقول لحضرتك يعني هي العمل الناحيه الامنيه بتسير في بورسعيد بصوره مكثفه وفي كل المجالات احنا شغالين، لكن تم استهداف 2 من المجندين في منفذ الجميل، اطلق عليهم مجهولين النار، استشهد واحد والثاني الحمد لله حالته مطمئنه. ست لو ممكن حضرتك تفهمنا وجه الارتباط بين يعني الترتيبات او التوقيتات الزمنيه، استهداف ملازم وخمسه نجوم وخمسه جنود عفوا في الاسماعيليه طريق الصلاحيه الاسماعيليه، ثم النهارده يعني عمليه اخرى في بورسعيد، السويس من كام يوم، واحنا في يعني حصل عمليه تسلل لعناصر في منطقه القناه، في ايه في منطقه القناه؟ يعني هل ممكن نربط ما بين الاحداث ولا 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 دي مساله فيها صدفه؟ لا مش يعني هو اذا تم التوصل للجناه تحديدهم وضبطهم ومن خلال مناقشتهم
اقدر ارد على حضرتك كلام يقيني بالنسبه للكوميدي، لكن هو الارتباط اللي موجود حاليا على الساحه بالنسبه لمصر كلها، ان هناك في استهداف للشرطه، هناك استهداف للقوات المسلحه لاحداث خلل في الناحيه الامنيه وبلبله في ناس ما فيش اي انتماء ولا وفاء ولا حرص على استقرار مصر. فاللي بيقوم حاليا بالدور الوطني لتحقيق لمواجهه اي عناصر بتحدث البلبله هي الشرطه والقوات المسلحه. فاللي اكده لحضرتك ان هناك استهداف للشرطه والقوات المسلحه، والكلام ده بيعلنوه الناس اللي ما بتحبش مصر، لان لو ناس حريصه على استقرار البلد وعندها اي وفاء وانتماء، طب هتضرب العسكري اللي بيقوم بدوره ده ليه في حمايه امن واستقرار البلد او الضابط؟ يعني ده وبدون تمييز، يعني لمجرد انه بينتمي لجهات وطنيه بتقوم بدورها في تحقيق الامن لكل اهالي مصرنا الحبيب. طب وما تعمل كده بدون تمييز وتضرب اي حد وتفكر التمييز غاب يا سياده اللواء. على اي حال اهلا بشكر حضرتك وكل التوفيق لكم في مهمتكم الوطنيه المحترمه. سياده اللواء سجاد الحق مدير امن بورسعيد، شكرا لحضرتك جزيل الشكر. سياده اللواء يعني الحظ ان في تعليق عند حضرتك. لا انا عايز اقول لك بس يعني ان مديرين الامن دلوقتي في 27 مديريه معذورين جدا جدا جدا، بيقوموا بعمليات تامين لكل شبر، لكل شبر في المحافظه بتاعته. مهما عملت من اجراءات تامينيه في العالم كله لابد ان يحدث اختراق في اي حته، خاصه ان عدوك زي ما قال كده اللي هو سيد كده الحق ده رايح مثلا ايه اختار اتنين مجندين مش مسلحين واقفين في منفذ الجميل بيشوفوا تحصيل الجمارك والبتاع في المنفذ، مالهمش دعوه خالص، ممكن يستهدف لك واحد بتاع جوازات او بتاع حول مدنيه، ده حتى بطل يستهدف اللي واقف له كده بالكمين لعدم وجود امكانيات او سدادات ومضربه بموتوسيكل وهو بيجري، كلها عمليات جبانه مش عمليات يعني ما فيهاش نقول انها اختراق امني، اختراق امني، خطط امنيه شغاله كويس جدا جدا، لان لما يبقى ده اخر هذا التنظيم اللي حاول ان هو يقلب فرحه الشعب المصري كل يوم 6 اكتوبر وقالوا واعلنوا كده يوم 6 اكتوبر العصر محمد مرسي داخل القصر، ولا دخل القصر ولا خرج من القصر، هو زي ما هو في مكانه واحنا زي ما احنا والحرب فرحانين بينا والشعب فرحان والجيش احتفل بيوم الفخار والعزه بتاعته، وهم تسببوا في مصر على 53 معظمهم منهم هم من تعدي الاهالي عليهم وتصدي وقوف الشرطه ما بينهم وبين الاهالي كمان ويستهدفوا القصر العيني برضه في القصر العيني في يستهدفوا مثلا نقطه منفصله خالص ويقول لك القمر الصناعي عشان خاطر نمنع صحره فرعون، صحره فرعون اللي هو سيادتكم يعني الاعلام كله الاطباق الصناعيه دي، ما دي كلمه كبيرهم الذي علمهم السحر اللي قال بيقول الاعلام ده صحره فرعون، فعشان ما يقول لك بقى ده احنا مش عارف احنا وصلنا الارض شايف المعادي يعني بقى ده تنظيم ايه ومش تنظيم ايه والفرقان ومش الفرقان. انا بستحضر كلمه الزعيم اللي كان سابق زمانه انور السادات لما قال للنبي اسماعيل قدامنا رحمه الله عليهم لما بيقول له دول جهاديين ودول جماعات اسلاميه، قال له يا نبي انا بقول عليك ظابط شاطر، مفيش حاجه اسمها جهاديين وجماعات، وكل الجماعات الارهابيه تخرج من تحت على غباء واحوال وده تقسيم ادوار، رايحين يضربوا هناك عشان خاطر ياكد كلمه كبيرهم بديع اللي قال دول سحر فرعون يضرب دي، متخيل ان الاطباق اللي هناك دي هي اللي هتبعت كل النايل سات وبتاع، مش عارف ان في كذا وسيله عندنا وان ده طبق اتصالات، وحتى لما ضربوا الار بي جي وقال الله اكبر وبيكبر على خراب بلده ما عملتش حاجه في طبق ولا وقفت اتصال ولا وقفت ولا حاجه. في شرم الشيخ دي بقى كانت مدبره بخسه، ليه؟ لان وزير السياحه كان بذل جهد مدني الشهرين اللي فاتوا في اقناع كثير من الدول الاوروبيه في تخفيف القيود على مواطنيها في النزول للمناطق السياحيه، فقالوا ده القاهره الكبرى فيها وفيها فيها، قال لهم طب ينزلوا شرم الشيخ وينزلوا الغردقه وينزلوا الاقصر، وراح الاقصر وراح الحته دي كلها وتعاقد فعلا وبدات وفودها تيجي، فراحوا يضربوا في عمليه انتحاريه
برضه ما فيهاش اي سامع الاخ المراسل بيقول في قصور ومش في قصور في الدخول المدنيه العمليه الانتحاريه يا سيدي الفاضل. لا لا استطيع سبها اقوى جهاز امني في العالم. ده انا راجل مموت نفسي محزم نفسي ولا راكب بتاعه اللي فيها 300 كيلو وداخل فيه سياره منطلقه ممكن بس انا اصلا مش رايق على حياتي ولا على عمري وميت ميت هم فاهمين ومسحين مخه ان هو شهيد ولا شهيد ولا ميت وداخل الموت ده ما فيهاش اختراقات. هو دخل وتصادف دخول وقت دخول نائب مدير الامن والناس مشغوله بالتوسيع.